قرار منذ عدة شهور بمضاعفة قدراتها الصاروخية والنووية من 260 رأس نووي إلى 1000 رأس نووي على عام 2030. الصين بتسلح الكثير من الجزر الصغيرة جدا على الساحل الصيني أو القريبة من الساحل الصيني وبحر الصين الجنوبي، بتردم المحيط وبتبني قواعد جوية في هذه المناطق. في المقابل دائم الحديث من قبل تايوان، اللي هي جزيرة كانت تابعة للصين احتلتها اليابان في الفترة يمكن من 1900 ل 1945، لمدة 45 سنة اليابان كانت محتلة تايوان، وبعدين زي ما بقول لك حكومة الصين الوطنية انتقلت إلى تايوان بعد هزيمتها. فهذه تايوان معتبرة جزء من الصين، أو من المفهوم الصيني، من المفهوم الصيني. فحكومة تايوان ورئيس تايوان بتتحدث عن إعلان الاستقلال النهائي، إن هي تخرج بالكامل عن، فالعالم الغربي بيقول إنه دي القرار قرار من تايوان. الصين بترد عليه وبتقول له القرار هو قرار صيني، ومن سوف يفعل هذا سوف يصطدم بالصين. وبالتالي في ملامح احتدام شديد. الملامح دي بين من ناحية، ومن ناحية تانية تقارب روسي صيني واضح جدا. احنا شفنا الرئيس بوتين قبل ما يحدث العملية العسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير ذهب قبلها بشهر وزار بكين أو بيجين، والتقى بالرئيس تشي، ومش بس كده، وتفهموا مع بعض على إطار استراتيجي كان موجود بقاله سنوات. والتعاون الصيني الروسي مضى عليه سنوات الآن. الكثير من نسخ الأسلحة الصينية هي في الحقيقة أصلها روسي، نسخ روسي. الصين مثلا لديها حاليا حاملتي طائرات، وبتبني واحدة ثالثة، وبيعدل واحدة رابعة. الموديل كان موديل روسي. فالعالم بيشهد وضع صعب جدا. احنا فين؟ له انعكاساته علينا. احنا فين كعالم عربي؟ احنا مع انهي طرف؟ هل احنا مع، لا احنا مش مع احنا اي حد، احنا مع العرب. لا بس في المجتمع النهارده انه ناس ممكن تتجه ناحيه روسيا، ناس تتجه ناحيه امريكا، ناحيه الاتحاد الاوروبي، هل احنا في المنتصف؟ احنا يعني مين؟ احنا كدول العالم العربي، الدول العربيه. لا، الدول العربيه حريصه جدا في هذا الموضوع. يعني دعني اقول لك انه كان في مبادره مصريه طرحت في يمكن في مارس، وقالت انه لازم العرب يكون لهم موقف. ومجلس وزراء الخارجيه اللي عقد في شهر مارس، في 9 مارس، تبنى مشروع قرار انه الدول العربيه لها مصالح تجاه الاطراف المختلفه، ويهمها جدا انها تبقي على هذه المصالح ولا تتناقض ولا تتعرض لضغوط من اي طرف يطالبها بأنها يعني تلتزم تجاهه بأي شيء. ثم شكلت مجموعة عمل وزارية للسعي تجاه الطرفين الأوكراني والروسي. ورحنا موسكو، وانتقلنا منها إلى وارسو للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا ووزير، لأنه كان صعب علينا أن احنا ننتقل من موسكو إلى كييف على طول. فالدول العربية متبينة وحريصة أن لا تسقط في فخ هذا الموضوع.
لأنها الحرب لها آثار حادة جدا على الوضع العربي. وفي المقدمة اللي أنت بتسألني فيها نعم. نمسك مسألة الغذاء نعم.